بص يا اولاد، للمره الثالثه اهو هنعيد نفس الكلام ونقوله. ايه هو؟ انا عندي فيرب بي مضارع وماضي. اي زمن يا اولاد منه اي فعل لازم اعرف المضارع والماضي بتاعه. طيب فيرب بي ده في الماضي بيكون كلمتين بس، واحده اسمها ووز والتانيه اسمها وير. يا ياسر، ووز وير، ووز يعني كان، كانت مفرد، يبقى تيجي مع اي، مع هي، مع شي، ومع ات، واي اسم مفرد. يعني لو قلت احمد يبقى ووز، لو قلت علي يبقى ووز، لو قلت ندى يبقى ووز. طيب وير، وير دي معناها كانوا، جمع يا اولاد، كنتم، كنا، يبقى مع كل الحاجات الجمع، مع وي ومع يو ومع زي ومع اي اسم جمع. يبقى دينا كده عرفنا was I he she it مفرد، كلمة صغيرة مع المفرد الصغير. مهم قوي الكلام ده يا اولاد. يعني انا لو جيت مثلا قلت يا مس علي، علي، علي ده يعني علي ولد، ممكن اشيله احط مكانه هي، وهي بتاخد was، يبقى علي was. طب لو قلت مثلا my سيسترز، اخواتي البنات جمع، ماي سيسترز دي انا لو جيت شلتها هحط زي هما، يبقى تاخد وير. يبقى المفرد ووز والجمع وير. تعالوا بقى نشوف صفحة نحلها مع بعض على ووز وير، وتركزوا وتصحصحوا عشان مش عايزة حد يغلط ان شاء الله. اول حد عليه الدور رؤى، اول واحدة دخلت معايا رؤى. يلا يا رؤى، هشير الصفحة ثانية واحدة. يلا يا رؤى، السؤال بيقول لك يا رؤى write was or where، اكتبي لي was ولا where في الجملة. يلا نمبر 1 يا رؤى. on لا الأول في I، الضمير I، أنا. was I was. تعالي يا أولاد بدل ما نكتب was where والخط صغير، خلينا نعمل was رقم 1 وين رقم 2، يبقى انا هنا هحط 1 اللي هي was. I was. طيب نمبر 2 سامر. other يستاذ أقرأ my sister on vacation little work last أتفق. week my sister، تاخد was ولا where؟ was شطور، برضو ووز دي مفرد. انا لو شلت ماي سيستر هحط شي، وشي برضو بتاخد ووز. يلا يا سديم، نعم يا مس يلا نمبر 3 يا سديم. ماي كو ويركرز يعني المساعدين بتوعي، مساعدين كتير. ماي كور وركر فراغ and they're often the Office morning. this morning. طيب المساعدين دول كتير يا سديم، ياخدوا وز ولا وير؟ Where وير، شطورة. محدش يكتب على الشاشة يا أولاد، يبقى المساعدين هياخدوا وير رقم 2. طيب يا مريم، مريم رقم 4. we in the classroom yesterday were وي دي جمع، يبقى هتاخد وير. شطرة يا مريم. طيب يلا يا عبد الرحمن، بيقول لك يا عبد الرحمن ماي سيبلينجز يعني اخواتي ولاد وبنات ات هوم لاست نايت، يبقى تاخد ايه؟
siblings دي جمع، الجمع ياخد was ولا where؟ was يا حبيبي الجمع بياخد where الكبيرة، هي اه where اه الكبيرة دي where، يبقى رقم 2. طيب ياسر، يا ياسر انا، تاخد was ولا where؟ where انا ده مفرد ولا جمع؟ مفرد مفرد، انا مفرد، يعني يبقى واو تاخد ايه يعني، تاخد ووز. واو ركز يا حبيبي. طيب تمام، ووز. زينب، يلا يا زينب. مين باس ماي بوس يعني المدير بتاعي. was ماي بوس ده مفرد يبقى ياخد ووز، صح يا زوزو. طيب يزن، رقم 8 يا يزن. or our teacher شاطر، our teacher المعلم بتاعنا، معلم واحد بس، مفرد يبقى ياخد ووز ايه، ووز ولا وير؟ شطور، ووز ووز مفرد ياخد ووز. برافو خديجة. يلا يا دودو، نمبر 9. وير ماي وايف. واي ها، and was ان كاليفورنيا last month. My wife يدوز يعني زوجتي، واحدة بس، يبقى was ولا where؟ was was، شطورة، يبقى دي was. طيب فارس، يلا يا فارس، نمبر 10. where طب ما نقرأ. طيب فارس اقرأ، بقولك my husband يعني زوجي at the party with me yesterday، ياخد ايه بقى my husband؟ was عشان واحد مفرد واحد بس، يبقى ياخد was. طالما الاسم يا اولاد ما فيهوش اس يبقى مفرد، حتى لو انا كان غريب عليا ومش عارفه اقراه، لقيت في اس يبقى ده جمع. يلا يا تالين، رقم 11 يا تالين. نعم يا تيتشر طيب يلا رقم 11، بيقول لك ماي كمبيوتر. وير ماي كمبيوتر، الكمبيوتر واحد بس. ناخد ايه؟ وير ووز، كمبيوتر ده واحد بس يا ولاد. طيب لين، يلا يا لين، رقم 12. ايه بس هذا وير كمبيوتر اور كمبيوتر وين ذا كمبيوترز، اور كمبيوتر، كمبيوترز اون ذا ديك جس اون ذا ديسك ذيس افترنون، اور كمبيوترز دي جمع يا تالي، تاخد ايه؟ تاخذ وير هتاخد وير عشان كمبيوترز دي جمع، صح. طيب في حد يا اولاد انا ما ندهتش عليه وما جاوبش؟
كلنا جاوبنا عمر جه. طيب تعالوا يا اولاد نشوف كده شويه حاجات مع بعض. احنا حاجه في الانجليش اسمها تنس. يعني ايه يا مس تنس؟ يعني الزمن. يعني ايه الزمن؟ يعني الوقت يا اولاد، الوقت اللي بيمر علينا. احنا طول الوقت ده قاعدين نايمين كده ولا قاعدين ساكتين؟ احنا بنعمل حاجات، ادي الوقت بتاعنا، وفي حاجات احنا بنعملها. لو الحاجات دي عملناها وخلصناها خلاص وعدى عليها فترة، يبقى ماضي، بقت اسمها ماضي باست. طب لو احنا لسه بنعملها وشغالين فيها، يبقى دي يا اولاد بريزنت، يعني مضارع. طب انا ان شاء الله لسه ناوي اعمل الحاجات دي، بخطط ليها هعملها، يبقى ده فيوتشر، مستقبل. يبقى عندي الزمن في الانجليش او في اي ماده ثلاث منها: ماضي، مضارع، مستقبل. كل من زمن من دول يا اولاد له استخدام. احنا هنتكلم النهارده عن زمن المضارع البريزنت. اسمه ايه؟ بصوا احفظوا كده معايا، اسمه زمن بريزنت سيمبل تنس. ذا بريزنت سيمبل تنس، الماضي البسيط، المضارع البسيط. اسمه ايه؟ المضارع البسيط، the present simple tense. present simple tense. طيب انا بستخدمه امتى يا اولاد المضارع البسيط ده؟ قال لي عشان اعمل حاجتين، اتكلم عن حاجتين، عن حقائق ثابته. حقائق ثابته، عايز اقول لكم اسمي الله مش بغير اسمي، ده معايا من زمان يعني ولسه مكمل معايا، يبقى دي حقيقه. عايز اقول لكم ان انا معلمه انجليش، يبقى دي حقيقة برضو ثابتة. عايزة أقول لكم إن أنا عندي سمكة بتعيش في المية، أه ما كل سمك بيعيش في المية، يبقى دي اسمها إيه؟ حقائق ثابتة ما بتتغيرش، لازم أكتبها في زمن المضارع البسيط. طيب الحاجة التانية أفعال متكررة. يعني ايه افعال متكرره؟ يعني حاجات بعملها بشكل متكرر، بعملها كل يوم، بعملها كل جمعه، بعملها ساعات، بعملها ما بعملهاش ابدا، يبقى دي افعال متكرره، بكرر او ما بكررش عملها. يعني مثلا زي ايه؟ زي انا كل يوم بروح المدرسه ماشي على رجليا، يبقى انا ده بمشي على رجليا، ده فعل انا بكرره. بصحى الصبح الساعه 8 او الساعه 5، يبقى انا ده فعل بكرره، لازم اتكلم اقول لك انا بصحى الصبح الساعه 5 في زمن المضارع البسيط. طب اعمل الجمله ازاي يا مس؟ هبدا بفاعل وبعدين الفعل وبعدين بكمل باقي الجمله. طب الفاعل ده اللي هو مين؟ اللي هو لما بجيب اسم حد على طول كده او بجيب الضمير مكانه. اسمه يعني مثلا علي، طب انا مش عايزه اقول علي، عايزه اقول هو، يبقى اسمه هي، ده الضمير، يبقى علي ده الاسم، هي ده الضمير اللي انا بشيل علي واحطه مكانه. خلاص يا اولاد، يبقى انا لما اعمل جمله في المضارع البسيط بعملها ازاي؟ ببدا بالفاعل وبعدين الفعل، فاعل وبعدين الفعل، فاعل وبعدين فعل. طيب الفاعل ده يا مس ممكن يكون اسم او ضمير، طب مين هم الضمائر؟ ما احنا خدنا 7 ضمائر وحفظناهم: اي انا، وي نحن، زي هم، يو انت او انت او انتم، هي هو، شي هي، ات ده غير عاقل. يبقى انا هبدا بالضمير واحد من دول وبعديها على طول هجيب الفيرب. طيب الفيرب ده بيبقى عامل ازاي؟ تعالوا احكي لكم حكايه. في يوم كده يا اولاد سمعوا الضمائر دول ان المضارع البسيط ده عيان وتعبان جدا، فقالوا يا جماعه بصوا ده المضارع البسيط تعبان، يلا نروح نزوره. قالوا خلاص ماشي هنروح نزوره. طيب في مجموعه كده قالت ايه؟ طب احنا هناخد له ايه معانا؟ ده واحد تعبان، ينفع نروح له فاضيين؟ قالوا لا، لازم ناخد حاجه معانا. في مجموعة تانية قالوا لا 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 لا، احنا مش ناخد حاجة لحد، احنا بخلة قوي، بنروح كده وخلاص. وراحوا اتقسموا من ساعتها لفريقين. هم الفريقين دول، ده فريق بخيل جدا، فريق بخيل
الفريق البخيل ده اللي مش هياخد حاجة خالص معاه، وده الفريق الكريم اللي هياخد حاجة معاه للمضارع البسيط، هيحطها جنب الفعل. ما انا عندي الفعل ده موجود كده كده اصلا، خلاص مش هغيره. الفريق البخيل ده قال لا، انا هاخد الفعل كده من غير حاجة خالص، فعل بس من غير اضافات، بدون اضافات مش هنحط له حاجة. والفريق الكريم قال لا 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 والله يا جماعة، احنا مش هنقدر ابدا نروح نزور المضارع البسيط من غير ما ناخد له حاجة، فاحنا هناخد جنب الفيرب كده، ادي الفيرب، ونروح حط له اس او اي اس او اي اي اس، اي حاجة من دول. المهم ما ناخدهوش كده لوحده، لازم اخد له حاجة معايا. يبقى انا كده يا اولاد عندي المضارع البسيط قسم الضماير لفريقين، فريق بخيل بياخد الفيرب بس، وفريق كريم بيحط مع الفيرب اس. طب مين هم اللي بيحبوا الاس؟ اهو اهو، مين بيحب الاس؟ الهي والشي والات. مين بيحب الاس؟ الهي والشي والات، واي حد مفرد، دول لازم ياخدوا اس. ادي القاعده بتاعتي خلصت كده، الهي والشي والات، اي حد مفرد. طيب تعالوا يا اولاد نشوف حاجه كده. بصوا انا لما باجي بكتب دايما فعل اكتب في وجنبه نقطه، عشان اصلا كلمه في بالايه، فعل بالانجلش اسمها فيرب، فيرب فعل. فانا باخد بس اول حرف واحط نقطه، يعني معناها ان انا في كلام تاني، في حروف تانيه، بس انا بختصره كده. يبقى الفي دي يعني فيرب، يعني فعل، والسبجكت ده الفاعل، سبجكت ده الفاعل، يبقى الفيرب. عشان كده انا بعمل حرف في، فيرب، فيرب بدون اي اضافات، فعل ساده خالص. زي مثلا لما اقول بلاي، ده فعل من غير اضافات. زي مثلا لما اقول ايت، ده فعل من غير اضافات. زي لما اقول كوك، ده فعل من غير حاجه خالص، ساده. طب لما اجي بقى احط له اس، بلاي بتبقى بلايز فيها اس، وايت بتبقى ايتس فيها اس، وكوك بتبقى كوكس فيها اس. وده وده هما الاثنين مضارع بسيط يا اولاد، بس ده مع البخله وده مع الكرمه. يبقى انا عندي فريق بخيل وفريق كريم. اهم حاجه اعرف مين اللي بياخد اس، الهي والشي والات. مين اللي مش بياخد اس؟ اي وي يو زي، اي وي ويو وزي. طيب تعال نعمل امثله كده ونشوف، عايزين نعمل شويه جمل. انا مثلا هقول ايه، ماي مام، مامتي كوك يا اولاد ولا كوكس؟ مامتي بتطبخ، كوك يعني يطبخ، وكوكس يعني يطبخ برضو، فش مثلا. every Friday، كل يوم جمعة مامتي بتعمل سمك. طيب يا ترى مامتي من الفريق الكريم ولا البخيل؟ أنا لو شلت ماي مام دي هحط مكانها شي، وشي بتحب الأس، يبقى هاخد كوكس، يبقى ماي مام كوكس فيش every day. طيب مثلا جملة تانية هقول لك، we usually، إحنا دايما، go ولا goes to school by car. إحنا غالبا كده بنروح المدرسة بالعربية. طب إحنا we دي من الفريق اللي بيحب الاس ولا اللي مش بيحب الاس؟ لا بصوا، اللي بيحب الاس، اي هي شي ات اسم مفرد، لا يبقى مش بيحبوا الاس، يبقى هاخد لهم ايه؟ جو بس. يبقى وي يوزوالي جو تو باي بس. طيب تعالوا يا اولاد ننفي الجمله. يعني ايه نفي يا مس بالانجلش؟ كلمه نفي اسمها نيجاتيف، نيجاتيف يعني ايه نفي؟ يعني بدل يا آلاء نقول ماما دايما بتطبخ لنا سمك، اقول ماما مش بتطبخ سمك، اقول لا مش بنعمل الشيء ده. احنا ساعات بنروح المدرسه بالعربيه، احنا مش بنروح المدرسه. يبقى انا هنفي، انا هحط نوت. طيب الفريق اللي بيحب الاس لازم ياخد اس، فهنفي doesn't، ادي doesn't
والفريق اللي مش بيحب الاسم هجيب له واحدة ما فيهاش اس اللي هي دونت. وبعدين يا ولاد هما الاثنين اجيب وراهم الفعل من غير اي اضافات خالص، اللي هو اسمه ايه قلنا؟ فيرب بس، وهنا زائد فيرب بس، فعل من غير حاجة. يبقى الهي والشي والات، الهي والشي والات، واي حد مفرد ياخده دازنت. دازنت يعني لا، ما بيعملش الحاجة دي. والوي واليو والزاي والاي ياخدوا ايه يا اولاد؟ ياخدوا دونت، ياخدوا دونت. يبقى هي دازنت، شي دازنت، ات دازنت، وي دونت، يو دونت، زي دونت، اي دونت. احفظهم كده دول، احفظهم كده. هي دازنت وفعل من غير اس بس، فعل ساده كده. وشي دازنت برضو، وات دازنت برضو، وبعديهم كلهم يجين الفعل من غير اضافات، فعل وبس، فعل وبس. يبقى في النفي ما بحطش اسات تاني. طيب واللي مش بيحب اس هقول اي دونت، اي دونت، وي دونت، زي دونت، يو دونت. وبرضه بعديهم يجي فعل وبس، فعل من غير حاجة خالص، فعل بدون إضافات. يبقى النفي ما فيهوش إسات ولا حاجة، النفي أنا بحط الفعل من غير أي إضافات. تمام. طيب لو أنا عايز أسألك يا سديم وأقول لك، هو أنت يا سديم كم مرة بتصلي في اليوم؟ كم مرة؟ يبقى دي اسمها إيه يا أولاد؟ اسمها هاو أوفن، هاو أوفن، كم مرة؟ هاو أوفن؟ عايزاكم تكرروا ورايا وتبقوا مصحصحين ومركزين. هاو أوفن كم مرة؟ هاو أوفن كم مرة؟ طيب هاو أوفن دي اللي يجي بعديها يا مس؟ اللي بيجي بعديها كلمتين، إما دو يا إما داز. طب إيه الفرق ما بينهم؟ طب وين على إيه أنا آخد دو ولا آخد داز؟ اللي دو مع اللي بيحب الاسم، داز مع اللي بيحبوا الاسم، يبقى دو مع آي وي ويو وزي. أنا آي أو وي أو يو أو زي آخد دو. طب وداز مع هي وشي، وبكمل باقي السؤال. كم مرة أنت تقول إيه؟ يعني مثلا هقول لك هاو أوفن ضرب شي بلاي اوف ذا شي بلاي تنس. كم مرة هي بتلعب تنس؟ يا فارس انا بلعب مره واحده بس، اسمها وانس، مره واحده بس. في الدرس يا اولاد تقيل وعايز مذاكره وحفظ لكل الحاجات اللي بناخدها. وانس مره واحده، وممكن اقول له مرتين، توايس، توايس مرتين، وممكن اقول له 3 مرات، اسمها 3 تايمز، 3 مرات. طب مره كل كام؟ ممكن أقول لك مرة واحدة في اليوم، يبقى a day، once a day، مرة في اليوم. طب مرة واحدة في الشهر، يبقى once a month. طب مرة في الأسبوع، once a week. طب مرة في الشهر، once a month. طب مرة في السنة، once a year. يبقى أنا عندي a day يعني في اليوم، a day يعني يوم، مرة في اليوم. طيب مرة في الأسبوع، طيب a month مرة في الشهر، طيب a year مرة في السنة. يبقى أنا كده يا أولاد إيه؟ عرفت السؤال؟ how often
وبيجي وراه يا دو يا داز. هاو اوفن، كم مرة؟ بسأل عن عدد المرات اللي أنا بعمل فيها حاجة معينة. هاو اوفن، كم مرة؟ وبيجي بعديها يا دو يا داز. طب بختار بناء على ايه، دو او داز؟ بناء على الفاعل بتاعي. لو بيحب الاس يبقى ياخد داز، لو مش بيحب الاس يبقى ياخد دو. بيحب الاس ياخد داز، مش بيحب الاس ياخد دو. طيب هاجي اجاوب عليك، اقول لك انا بعمل الحاجه دي مره واحده، يبقى وانس، مرتين، توايس، 3 مرات، 3 تايمز. طب كل كام؟ مرة واحدة في اليوم، يبقى once a day، مرة في اليوم، once a week، مرة في الأسبوع، once a month، مرة في الشهر، once a year، مرة في السنة، twice، مرتين، twice a day، مرتين في اليوم، twice a week، مرتين في الأسبوع، twice a month، مرتين في الشهر، twice a year، مرتين في السنة، 3 times، 3 مرات، 3 times، 3 مرات. طب عايزة أقول 4 مرات، 4 times، 5 مرات، 5 times. أقول رقم وكلمة times برضو، 3 مرات في اليوم، 3 times a day، 3 مرات في الأسبوع، 3 times a week، 3 مرات في الشهر، 3 times a month. طيب آخر حاجة يا أولاد هناخدها، أنا يا مس أعرف إزاي إن الجملة دي في زمن المضارع البسيط؟ قال لي سهلة وبسيطة قوي، هديك كلمات أول ما تشوفها تعرف إن ده زمن المضارع البسيط، والكلمات دي حفظ، 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 حفظ. طيب إيه هي الكلمات دي يا مس؟ أول كلمة، لو الحاجة دي يا أولاد أنا بعملها كل يوم كل يوم كل يوم، يبقى اسمها always أو always. always يعني دائما، على طول. حفظ يا اولاد. طيب لا، الحاجه دي انا بعملها مش دايما يا مس، ده انا بعملها يعني احيانا احيانا. او يا اولاد تعالوا ناخدهم بالترتيب، هاخد بعد دايما، هاخد عاده، اللي هي يعني بنسبه 80% كده، عاده اسمها usually، usually. طيب ده انا بعملها يا مس غالبا، اوفن، التي دي ما بتتنطقش، التي دي سايلنت، اوفن يعني غالبا. طيب ده انا بعملها احيانا، كل فين وفين، اسمها sometimes، sometimes احيانا.